يسوعا وكما قلت صعودا وهبوطا انتفاءا واقداما وهبوطا على مراحل بحيث انه تحس بان هناك نهايه في وسط فتكون جيل من المتمردين في العراق وإنما في الوطن العربي. يعني كثير من النقاد يعتبرون القصة العراقية إنجاز مهم وقسمت على أهميتها، قسمت على أقسام وعلى فترات سميت بالأجيال في ذلك الوقت. هذه الأجيال ارتبطت بفترة معينة من التاريخ العراقي وارتبطت بأحداث أيضا مهمة في ذلك الوقت، مثل جيل الخمسينات وجيل الستينات وجيل التسعينات وأجيال أخرى، يعني الحديثة قلنا أجيال ما بعد التغيير أيضا، لأن التغيير الذي حدث في العراق تغيير جذري أيضا، فاستتبع كتابات أيضا لها أهمية في هذه التجربة المميزة التي قدمها أكثر من 30 قاصا من قصاصي البصرة على مدى 9 سنوات من العام 1991 وآخر عدد العدد 11 من هذه الإصدارات سنة 2000، وقد حاولنا جمع جميع أعداد إصدارات جماعة البصرة أواخر القرن العشرين، إلا أن هناك عددا لم نستطع العثور عليه وهو العدد السابع، لهذا جمع في هذا الكتاب 10 أعداد فقط. بالطبع هذه التجربة واسعة جدا، وأنطولوجيتها اللي نشرتها دار شهريار هي أنطولوجيا واسعة جدا، بحيث تحتاج إلى تفصيل أكثر من التفصيل الذي قد ندلي به في هذه الجلسة. وقد امتدت هذه التجربة لمدة 9 سنوات من 91 إلى 2000، وضمت 11 حلقة مصورة بطريقة الاستنساخ الفوتو كوبي، وهذه واحدة من التقنيات أيضا اللي استفاد منها هذان القاصان من التقنيات الأوروبية من التجارب الأوروبية. إذا هذه القصص الخمس التي تشكل المرحلة الأولى من تجربة البصرة أواخر القرن العشرين، أنا باعتقادي هي الركيزة التي قامت عليها جميع تجارب هؤلاء القصاصين، من دخل منهم ومن خرج، من التحق بهم ومن ترك، يعني ما استنبأ به هؤلاء القصاصون في الحلقة الأولى سيرسم طريقة كتابتهم وسيرسم أيضا اتجاه حياتهم إلى آخر نص يكتبون. مثل هذه المحطات والاستراحات الاضطرارية نتبين جنينية القصة القصيرة العراقية وقيمتها الفنية وضرورتها أيضا في توضيح كثير من مفاصل الواقع والحياة من خلال شخصيات إشكالية يختارها الكاتب من المهمشين والمقموعين والقرباء المجتمع وغير ذلك. بالفعل كانت هذه تجربة كبيرة، نأمل أن يدرسها الدارسون بشكل أوسع ويلقوا عليها الضوء لتصبح واحدة من الحلقات الرئيسية في السردية العراقية.
وهذا الأمر إضافة إلى عدم وقوفه حائلا دون الاستمرار ساعد في رفض المشروع بنصوص عكست تجارب كتابها ورؤاه. وفي هذا الشأن أرى أن النصوص التي نشرت في تلك القنوات لم تتنازل عن الشروط التي ألزمت الجماعة بها نفسها منذ البداية، وما كان النشر عبر تلك القنوات إلا بعد أن حققت الجماعة لها موطئ قدم راسخة في المشهد الثقافي، وأدرك القائمون على المشهد الثقافي في حينه صعوبة تجاوز ما نشرته الجماعة في إصداراتها الأولى عندما قدمت قصاً جديداً مخالفاً في مضامينه للكثير مما كانت تروج له السلطة. شكراً لاستماعكم.